بال2006 وبدون سابق انذار فقدت امال بصرة بعد ما تضررت شبكة عينها ودخلت الى عالم العتمة. عتمة ما قدرت تحد من طموحها ولا تمنعها من انها تكفي علمها، فهي اليوم طالبة ماجستير بالجامعة اللبنانية. وصلت الوصل الوحيدة بينها وبين الكتاب مسجدة وصوت مجهول بيقرأ لها يلي ما بقى قادرة تقرأ. هذه البلاد ترد الحاصلات الغالية. شخص ما بعرفه، مجهول بالنسبة لي، بيسجل لي ما بعرفه، بيجي الكاسيتات لعندي بسمع درسي، أكيد بتعرف على هيدا الآخر يلي هو عم بيسجل لي من خلال صوته. المدرسة يلي أنا بنتمي لها لبنانية للضرير بعضة، هن بيتواصلوا معهم. إنسان ما بيعرفك يعني عم بيسجل لك لأنه آمن برسالتك، وأنت رغم أنك مكفوف أنت بحق لك تعيش. الصوت يلي عم تسمعه أمال من خلال المسجلة هو صوت رين، طالبة جامعة خصصت أكثر من 7 ساعات من وقتها لتسجل كتاب بعد أكثر من 900 صفحة. لقد قضت أحوال البادية الاقتصادية والاجتماعية. تعرفت على المشروع من خلال الكوميونيتي سيرفيس أوفيس بالنوتردام يونيفرسيتي. أخذوا بالميتينج أسماء اللي بحبوا يكونوا من المتطوعين، وأنا الكتاب حمسني، تاريخ العرب والفكرة حمستني، والأكثر من هيك أنه نحن عم نسجل ما كنا عارفين هذا الكتاب لمين بده يروح. قررنا أنه يتم التعارف بين ران وأمال لأول مرة، وهيدا يلي صار. حضرتك يلي سجلتيني صح؟ أنا ما كنت حتى عارفة، اليوم اللي عرفت اسمك وعرفت أنه لقلك السداء كيف لقيته؟ لا كتير منيح ميرسي. هو كتاب يعني بيطوش دماغي كتير كبير، يعني أحكي ألف عيات من إنجاز يعني تاريخ العرب كتير كبير. شو عدالك بس سمعتي صوتها هيك دغري عرفتيه ولا؟ بلا، لما سلمت عليا دغري الصوت دغري جذبني، عرفت أنه صوتها. الكتاب المسجل أو الأوديو بوك فكرة اشتهرت أكثر شيء ابتداء من السبعينات، أما المشروع فهو مبادرة من مكتب شؤون الطلاب بجامعة سيدة الويزة. عندنا هيدا الالتزام مع الجمعية اللبنانية، مدرسة اللبنانية للضرير والأصم، سمح لطلابنا يقدروا يعطوا صوتهم، يعيروا صوتهم، يدووا من خلال صوتهم ويعملوا جسر أكاديمي لحتى للطالب الضرير، الطالب يلي ما عم بيقدر يشوف مزبوط يقدر يقرأ، يقدر يسمع الكتاب هذا الاوديو بوك. المشروع اللي اطلقته الجامعه بيضم لحد اليوم 10 طلاب متطوعين، ورح يكفي ليكون صله الوصل بين الضرير والكتاب.